جهاز قياس صلاحية زيت الماكينة، بتفتح مقياس الزيت وبتشغل الجهاز، بتختار إذا بدك إياها سيارات بنزين أو سيارات ديزل، بتحدد درجة الحرارة وبعدين بتشغل إضاءة الجهاز أو بدون إضاءة حسب أنت بالليل أو لا. بتدخل مقياس الزيت داخل الماكينة تقريبا 80 سنتي نفس مقياس الزيت عشان يدخل يطب الزيت، تعمل له ستارت. الآن ببلش يقيس لك من 0 ل 100، يا بعطيك إنه أوكي يعني 100% ما فيش داعي تغيره، بيكون جديد الزيت أو وسط حالته، أو بعطيك إنه لازم يتغير. تمام، يعني سجست التروبليز جهاز رائع.